جهة أخرى برضو الاستقرار، سواء كان من ناحية الفنيين ومن الشركات الفنية، ومن ناحية الإداريين بالشركات والمشغلين. يعني لما يكون في استقرار يكون في رخاء، الواحد يتعلم مرة واحدة ما يعيد ويزيد، خلاص شيء واضح تمام. وهذا أبسط مثال في المجال الغذائي مثلا. يعني أنا لفت انتباهي صراحة اللي هو الأكل الشعبي زي مثلا الطعمية مثلا. في مطاعم فخمة يعني 5 نجوم وكذا وهذا، ولكن ما يعني إنه كل العملاء حيروحوا هناك. في شريحة كبيرة من المستهلكين محدودين الدخل، شايف؟ فما يتناسب معهم نوعية مختلفة من المطاعم. طيب، فالمطاعم الفارهة والمطاعم البسيطة مشكات هي كلها في النهاية الموظف اللي موجود، المعلم حق الطعمية هو بيسوي الطعمية بنفس الطريقة. ممكن تختلف شوية ولكن نفس الطريقة. طيب، هل هذا معلم الطعمية نقدر نقول عليه طباخ؟ هو تعلم أكلة معينة بطريقة معينة بأداء معين بس. حتى هو ممكن يقول لك أنا مش طباخ، يقول له اعمل لي اذبح لي ذبيحة. فهو علاقته في المجال علاقة موظف فقط تمام. وهذا مشاهد مش بس في مشروع هذا، حتى في مشروع المواصلات، مشاريع المواصلات، مشاريع في بعض المشاريع هي هدفها هدفها إنه إتاحة الخدمة للجميع تمام بأسعار رمزية. هذا الهدف فيها تمام، هذا الهدف فيها. نجي بنظرة أخرى، ننظر كمان يعني الوجبة هذه اللي هي مثلا الطعمية، تحصل الشخص اللي يعمل في المجال هذا هو في نشأته، في أسرته، في البيت، في هذا، متشبع من الثقافة الغذائية يعني. تمام، فهو لما جاء يشتغل فيها هو اساسا مستهلك فيها، هو اساسا مستهلك تمام. وبالتالي هو بس ارتقى درجة واحدة انه تحول من مستهلك الى منتج تمام. ولكن هو اوريدي هو متشبع، يعني ما في شيء جديد تمام. وهذا يدخل في اطار المكتسبات العفوية. في أشياء الإنسان يكتسبها بدون مدارس، زي اللغة، زي الثقافة العامة، زي العادات، زي التقاليد، هذه كلها تعلم مجان تمام. تكتسبها بدون، وأي حاجة تكون مبنية على شيء مجاني هي تكون ليها قاعدة جماهيرية كبيرة، مستهلكين كثر، وسعر محدود، التنافسية فيها عالية ولكن فيها وفر. فالامتداد الطبيعي للتجارة تمام والمنتجات الموجودة هي الامتداد يعني الأصيل في المجتمع الموجود تمام. فالشيء يعني الشخص الشيء اللي نشأ عليه أو تشبع منه في النشأة، امتداده لما يكون موجود في عمله هذا شيء جميل تمام وشيء مطلوب تمام. هذا شيء جميل وشيء مطلوب تمام، وسهل انه هو ينجح، بعكس انك انت لما تيجي مثلا يكون في فصل ما بين الثقافة اللي نشأ فيها وبيئة العمل الجديدة تماما. أحيانا تكون حتى مختلفة في اللغة، يعني ممكن يخش في عمل كله بإنجليزي و how are you what's this is not what it means تمام.
طيب الشخص اللي هو في بيئة إنجليزية، هو نشأ إنجليزي واشتغل إنجليزي عنده عادي، بس أنت لا، أنت تخش العمل عندك ألت شيفت تاني، تمام؟ هل هذا هيزيد في الثقافة؟ يعني في بعض يقول أنا تعودت، هو تعود صح، بس ما هو شيء يدعم يعني يكون الشخص مستقر ويكون امتداد طبيعي للنشأة اللي هو نشأ فيه، لأن هذا كل الاكسبيرينس النشأة أهدى بعد، أصبحت مهدى، تمام؟ أصبحت شيء من الماضي وشيء من، يعني في بعض الأحيان شيء من التخلف، تمام؟ هذا شيء يعني غير مقبول، لأنه غير مقبول كمان عند الآخرين، تمام؟ فالامتداد الطبيعي هو اللي يعني يستمر ويبقى، تمام؟ وأي شيء غير كذا هو مؤقت ويزول، تمام؟ فالاستثمار دائما يكون الشيء الذي يبقى ولا يزول.